يا رب أيامكم تبقى كلها خير وبركة ورضا من رب العالمين. وهنبتدي الفقرة الأولى بفقرة كلها خير وبركة ورضا بإذن الله، فقرة فيها ذكر لله سبحانه وتعالى ولسنن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبيشرفني في الفقرة دي مولانا الشيخ حافظ عبد الحليم من علماء الأزهر الشريف ومن مؤسسة نبض الحياة. شرفتنا يا مولانا وأنستنا. أهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. حضراتكم معودنا بنبتدي الفقرة بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك عليه في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضى بها عنا وترفع بها درجاتنا وتقضي بها حوائجنا وحوائج كل من قصدنا في حاجة يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله. آمين يا رب العالمين. مولانا، لما بعمل عمل خير أكيد ببقى فرحانة، بس ساعات بقعد أفكر يا ترى كده لو أنا أعلنت إن أنا عملت خير ده يعتبر رياء؟ يعني إن أتباهى كده بإن أنا عملت خير ده ربنا ما يقبلوش مني، ما يقبلش الخير مني؟ ولا التباهي بفعل الخير برضو إن شاء الله إن شاء الله يعني يبقى عليه ثواب؟ وأيهما أفضل، إن أنا أتباهى بفعل الخير ولا ما أقولش خالص إن أنا عملت أي خير؟ هو إحنا لازم نفرق بين مصطلحين حضرتك قلتيهم في الأول. حضرتك قلتي ببقى فرحانة لما أعمل خير، وقلتي بقى تباهى بعمل الخير أو التباهي بعمل الخير، فدول مصطلحين متغيرين تماما. الفرح حاجة والتباهي حاجة تانية. إن أنا أفرح بالطاعة الله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى اصطفاني عشان طاعة معينة، أو إن ربنا سبحانه وتعالى من علي بهذه الطاعة، يعني أنها يعني برزت من الله عز وجل من الله إلي، ففرحي بإن أنا عملت طاعة حاجة، وإن أنا أتباهى بهذه الطاعة شيء آخر. لأن التباهي بالطاعة يدخلني في باب اسمه باب الرياء، ولازم أبقى مالك نفسي قوي. حتى احنا في القرآن الكريم لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. ليه؟ يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى ان الانسان يخاف على نفسه، لانك انت ممكن تعجب بنفسك. وحتى قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مهلكات، في ثلاث امور بيهلكوا الانسان، منهم واعجاب المرء بنفسه، الشح المطاع وهوى المتبع واعجاب المرء بنفسه، إنه شايف نفسي إن أنا لا بحافظ على صلاتي في وقتها، بأتصدق صدقات، بأصل أرحامي، لا بحب الخير لكل الناس. فدي هذه الطاعات يحب الله سبحانه وتعالى أن يراها من الإنسان. فلما أكون أنا بأفخر بهذا الأمر كل ما أقعد في مكان أقول أنا بعمل كذا بسوي كذا، ممكن يدخلني في باب الرياء. لكن إن أنا أفرح بالطاعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. أيوه. طيب في فرق بقى بين إن أنا أتباهى بيها وإن أنا أظهرها للناس. طيب أنا لو أظهرت طاعة للناس، أنا ضامن قلبي ولا يعني مش ضامن قلبي؟ ضامن قلبي هدخل في باب الرياء ولا مش هدخل في الرياء؟ هدخل في شرك إن أنا أحب الناس تتعامل معايا بالمنطلق ده، إن أنا راجل بقى بعمل طاعات والكلام ده، هحب أشوف أمارات الرضا من الناس عليا ولا مش هيفرق معايا الناس؟ عشان كده الإخلاص من أهم أمور الإخلاص هي الستر، إن الواحد يخبي عمله ويداري عمله. وكان أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى مين؟ إن الله سبحانه وتعالى يحب العبد التقي النقي الخفي اللي يخبي نفسه. فكل ما كنت خفي كان أحرى بالقبول عند الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الناس هتبدأ تتعامل معك بما يظهر لهم منك، وإنت مش بيظهر ليهم منك إنك إنت راجل خير وبتعمل خير، أو بإنت راجل في أعمال في الطاعات يعني نشط في الطاعات، فيتعامل معك إن إنت راجل عادي مش ولي من الأولياء ولا حاجة يعني. لكن لو انت دايما تحب ان تظهر للناس انا راجل بصوم اثنين وخميس وثلاث ايام من كل شهر، راجل بقى اقيم الليل، راجل بقى اخرج صدقات، فانت تحب الناس تتعامل معك بهذا الامر. وانا هقول قصه حصلت كده في الفتوحات الاسلاميه. كان قائد من قاده المسلمين اسمه مسلمه بن عبد الملك، وكان في الفتوحات الاسلاميه واستعصى على المسلمين فتح حصن من الحصون. كان الحصن يعني قوي، وكان بيستغل أعداء المسلمين في الوقت ده أن الحصن منيع على المسلمين، وكانوا بيرموا عليهم سهام من فوق فأرهقوا المسلمين جدا. وفي ليلة من الليالي اللي فيها الحصار دي، قام حد من الخيمة بتاعته طلع، والناس يعني في غفلة، وجي على حتة في الصور كده بتاع الحصن وفضل يدق فيها لحد لما حفر حفرة كده فيها أو عمل نقب فيها، فتح ثقب فيها نقب. ولما أصبح الصباح محدش طبعا خد باله من موضوع النقب ده،
فلما جت المعركة بدأت والصفوف اكتملت، راح على النقب ده اللي ما حدش عرف عنه حاجة، ودخل وفتح باب الحصن ودخل المسلمين، وكان في سبب فتح كبير جدا للمسلمين في الوقت ده. لما فتح الله سبحانه وتعالى للمسلمين، فما استبعد عبد الملك هذا القائد العظيم أوقف الجيش ونادى بأعلى صوت ليخرج لي صاحب النقب، عرفوا بقى أن الثغرة جت منين، ليخرج لي صاحب النقب فأكافئه، فلم يخرج أحد. ينادي مرة اتنين مفيش، اليوم اللي بعده كذلك الأمر، اليوم الثالث أقسم، قال أقسمت على صاحب النقب إلا يأتيني، لازم يديني، فلم يخرج. ثم إنه يعني تلثم في الليل وذهب إلى إيه؟ إلى خيمة القائد مسلم بن عبد الملك واستأذن عليه، قال يا أيها الأمير إني أريد أن آتيك بصاحب النقب، غير أنه اشترط شروطا ثلاثة، اشترط ثلاث حاجات. قال اشترط ألا تسأله عن اسمه، وألا تطلب منه أن يكشف وجهه، وألا تعطي له عطاء، ثلاث حاجات دول. فوافق مسلم بن عبد الملك بهذه الشروط، ثم قال له أنا صاحب النقب، ثم خرج من الخيمة جارية. بعد ذلك كان مسلم بن عبد الملك يعمل إيه؟ يقف على أول الجيش ويقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وعاش طيلة حياتي في كل صلاة يقول اللهم احشرني مع صاحب النقب. الله، دار نفسه خب نفسه، ده إخلاص. فكل ما الإنسان يحرص على أنه أنا عايز اللي عند ربنا مش عايز اللي عند الناس، بداري نفسه. لكن لو أنا شايف أن في إظهار الطاعة أحيانا في تشجيع لحد، بشجع أولادي مثلا، أقولهم يا أولاد إحنا هنصوم مع بعض اليوم ده، إحنا نقوم نصلي ركعتين بالليل، إحنا هنصدق صدقة، أو العيلة بتاعتي أو أسرتي أو محيط زمايلي، ده محمود، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله في القرآن الكريم عن الصدقات، وده باب كبير جدا من أبواب الخير، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. طيب بعد إذن حضرتك هنشوف دلوقتي نموذج من الناس الأفاضل اللي هدفهم ربنا، ما فيش هدف عندهم لحد يشكرهم ولا حد يعرفهم، فيعني يبينوا ان هم اصحاب فضل عليه، ناس بيشتغلوا برضو الحياه في الخفاء. ويعني امتثالا للحكايه اللي حضرتك حكيتها، هم كمان ملثمين، يعني ما نعرفش دول مين، يوم في يوم من الايام لما الريع يجي ويروح لبنت بتتجهز او لحد بنسقف له بيته او لمسجد الناس تصلي فيه، ما حدش عارف الفلوس دي جايه منين. ناس عملوا ده في وقف النخيل. فبعد إذن حضرتك هنشوف تقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا. مشروع وقف النخيل بمؤسسة نبض الحياة هو أكبر مشروع خير استثماري بيستهدف دعم كافة أعمال الخير. من أوقف شيئاً لله كانت له صدقة جارية. مؤسسة نبض الحياة كان لها السبق في وقف النخيل الخيري بالفرفة بسهل قروين. من هنا بدأت مؤسسة نبض الحياة تحلم بهذا المشروع العملاق، وبفضل الله سبحانه وتعالى إحنا النهاردة في سنة 2024 حققنا الإنجاز الكبير، عملنا 7 مراحل ولسه مستمرين في المشروع الأكثر من رائع، المشروع اللي كان أمل لكتير من أهالينا المستحقين علشان خاطر بيضمن لهم استمرارية الصدقة. ومع كل صك نخلة بيستلمه المتبرع من مؤسسة نبض الحياة بيكون مكتوب فيه التفاصيل كاملة، حتى كمان التفاصيل بتاعة أوجه الخير اللي المتبرع حابب إن هو ينفق عائد النخلة في أوجه الخير اللي هو بيشير إليها، زي وصلات المية، زي حفر آبار تجميع مياه الأمطار لأهالينا في صحراء مطروح، زي تجهيز الفتيات اليتامى، زي كمان تسقيف بعض البيوت أو فك كرب الغارمين والغارمات. حث النبي صلى الله عليه وسلم على الوقف الخيري، لأن الوقف يمتد إلى أن تقوم الساعة. هذا الأصل يسبل ما يخرج منه لقضاء حوائج الناس. علشان كده احنا مؤمنين ان العمل القائم على التخطيط الجيد اساس النجاح، فوصلنا بفضل الله عز وجل للمراحل الكبيرة جدا والعظيمة اللي حضراتكم بتشوفوها معانا في كل لحظة. وفي كل مرحلة من المراحل اللي تم زراعتها كان اهل الخير
اللي ساهموا معانا كانوا بييجوا بنفسهم ويشاركوا بإيديهم علشان خاطر يشوفوا قد إيه مصداقية مؤسسة نبض الحياة وقد إيه مؤسسة نبض الحياة وصلت لفين. بدأت المرحلة الأولى في إنتاجها وبشاير المرحلة الثانية والثالثة إن شاء الله، ومتتالية إن شاء الله تكون دائما لفعل الخير مع مؤسسة نبض الحياة. المساهمة بنخلة مع مؤسسة نبض الحياة صدقة جارية ثوابها يفضل في الدنيا والآخرة. ده كأن ما شاء الله البلح مدهون عسل، يعني شكله حلو قوي، ودي بركة من ربنا وتيسير من ربنا وحاجة تبشر كده بالخير أو حاجة تطمن القلوب، قلوب الناس الأفاضل اللي في السر من غير ما حد يدرى بيعملوا خير. والله حضرتك وانت طالعة التقرير استشهدت بالقصة اللي احنا قلناها في هذا الملثم وقلتي هم دول كلهم ملثمين. هم دول فعلا أبطال ملثمين. احنا ما نعرفش فعلا النخلة بتاعت مين اللي هيطلع منها، بيتحط سهم في مسجد ولا يتحط سهم في محطة تنقية ولا في وصلة مية ولا بنت بتتجوز ولا سقف بيت ولا إطعام، أبواب كتير يعني الناس كلها يعني إن شاء الله النخل كله وكله هيطلع في أبواب الخير دي يا رب. لكن أنت ما تعرفش أني سهم في دول هو اللي هيكون طوق النجاة بتاعنا، ما نعرفش ده. ونسأل الله سبحانه وتعالى يكون الجميع رب العالمين يا رب. ووقف النخيل هو وقف مبارك وخيري من الدرجة الأولى، لان احنا التمسنا فيه او يعني كان الانطلاقه بتاعتنا ان احنا نغطي بيه احتياجنا في الملفات التانيه، وربنا سبحانه وتعالى بيرضينا اول باول في ان احنا لما نشوف الارض ونشوف ان في مشاكل حصلت في اراضي حوالينا والحته دي بالذات لا كانها مصانه ومحفوظه بحفظ الله سبحانه وتعالى، ارض مباركه. شفنا كتير جدا من الاباء والامهات اللي كانوا بيحضروا معانا في المراحل اللي فاتت وشفنا الفرحه في عينيهم وكانه هو الواحد فيهم فعلا ده طوق نجاة بالنسبة له في انه يتقرب الى الله سبحانه وتعالى باعمال خير، عمل يعني الواحد يفخر ويستدعي العرض ان احنا نفخر ان ربنا سبحانه وتعالى جعلنا سبب في اسباب اقامة هذا الصرح العظيم وهذا الوقف المبارك الطيب اللي كل حد بعد كده هيجي يعمل وقف نخيل زيه هيكون في موازين حسناتنا ان شاء الله وحسنات الدفعة الاولى اللي هم النهاردة ربنا سبحانه وتعالى بيفرحهم بالحصاد الأول في المرحلة الأولى، وعندنا في المرحلة الثانية بشار بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده دعوتنا دايما بتتجدد، ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا ونجحنا في المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وفي كل مرحلة لحد 7 مراحل فاتت كلها، في كل مرحلة وإحنا يعني بنشوف فرحة الناس اللي كانوا موجودين معنا في المراحل اللي فاتت وبيجوا في المرحلة اللي بعدها، والناس اللي جم بشكل جديد كل واحد فيهم ليه تعبير مختلف وليه حاجة مختلفة وليه يعني مراد مختلف من عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن بيتفقوا على سقف معين. إحنا عايزين رضا ربنا سبحانه وتعالى، ده الأساس، إنه ينعم علينا بالقبول ونرى البشائر دي في الدنيا يا رب فرح وطاعة. والله سبحانه وتعالى قال كده، قال من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، مؤمن بأن ما عند الله هو خير، مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه في ماله، مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائه، مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يشفي مريضه، مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يزوج ابنته، مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يجمع بينه وبين أولاده على خير، مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يهب لهم من البنين والبنات، فلنحيينه حياة طيبة، يعيش في الدنيا حياة طيبة الأول مطمئن بهذا العمل الصالح وتابوا في الآخرة، ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فيجمع بين حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. احنا النهاردة احنا بندعو الناس للمرحلة التامنة في وقف النخيل ان شاء الله هتكون في يوم 26-27 اللي جايين بإذن الله تعالى، بنفرح مع بعض نقول يا جماعة رأينا خيرا فنريدكم معنا، يا رب الخير عايزينكم معنا، يا رب الخير يا عم، شفنا بركة فعايزينكم معنا، لقينا باب مفتوح فبننادي على بعض. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كده، وتعاونوا على البر والتقوى. ايه وجه التعاون؟ نحن ندل بعض على الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. كل ما تجد باب تنفع منه الناس انفعهم، سواء هذا النفع يطالب بقضاء حاجة عاجلة أو هذا النفع يطالب أنه يكون ليه سهم في باب خير زي ده. مش كل الناس بتقعد النهاردة تتفرج على شاشات التلفزيون، ومش كل الناس ممكن يوصل لها ده، لكن أنت قاعد النهاردة وفي رسالة جات لك من ربنا سبحانه وتعالى فصارت أمانة عندك، انت تدل الناس على باب خير وعلى عمل خير زي ده، ونكون ايد واحده متكاتفه يتحقق فينا قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى.
ده شيء جميل وكلام طيب، وأفعال الطيبين اللي هم مبتغاهم طاعة ربنا ورضا ربنا. في كمان آخرين الحقيقة هم أيضا ملثمين، يعني أنا أعرف إن شاء الله إحنا هنشوف دلوقتي تقرير محطات، أعرف أفاضل ما أعرفهمش شخصيا، بس أعرف إن هم مثلا بيرفضوا رفض تام إن حتى نقول أساميهم، مش عايزين حد يعرف، لأن مش هدفهم إن حد يعرف، هدفهم نفعة الناس زي ما سيدنا النبي وصانا إحنا ننفع بعض ونفيد بعض. فأستأذن حضرتك نشوف دلوقتي تقرير عن المحطات ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا. أهالي قرية مسارة مركز ديروط محافظة أسيوط كانوا على موعد مع مؤسسة نبض الحياة لإنشاء محطة تنقية ومعالجة للمية. من أعظم الصدقات التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم سقي الماء، ومحطات التنقية والمعالجة لمياه الشرب صورة من صور سقي الماء اللي بتحرص عليها مؤسسة نبض الحياة، علشان كده هي مستمرة في جميع أنحاء الجمهورية. قرية مسارة بمجرد نزول مؤسسة نبض الحياة هناك لقينا حفاوة غير عادية واستقبال غير عادي. الاستقبال الغير عادي ده إن دل فإنما يدل على أهمية المحطة دي بالنسبة لهم، وشفنا إن المحطة دي نموذج من المحطات المتكاملة اللي بتغطي احتياج أكتر من 25 ألف نسمة يومياً. وعشان مؤسسة نبض الحياة بتحرص إنها تدخل الفرحة على الناس، بتحرص ان الفرحه دي تكون منتشره وعامه لكل الاماكن اللي تقدر تخدمها المحطه. فكانت محطه قريه مساره في مركز القريه اللي حواليها قرى كتير جدا كلهم بيستفيدوا. لكن لقينا على ارض الواقع ان عدد افراد القريه نفسهم اكثر من عدد انتاجيه المحطه، يمكن اكثر من 30,000 نسمه. غير ان المحطه بتخدم على قرى ثانيه مجاوره. وهو ده العهد اللي احنا قطعناه معاهم ان شاء الله اقرب فرصه هيكون لنا تواجد تاني بإنشاء محطة تانية بفضل الله سبحانه وتعالى ثم جهود حضراتكم معنا. علشان كده مؤسسة نبض الحياة حريصة على أن تكون سواء الوجه القبلي أو الوجه البحري مستمرة في عمل الخير لإخوتنا وأحبابنا الأولى بالرعاية والذين يحتاجون إلى كوب ماء نظيف. شكرا لجهود مؤسسة نبض الحياة على دعمكم لينا وعلى الفرحة اللي حضراتكم شركاء معنا إن إحنا بنرسمها على وشوش الناس في كل محافظة بنروحها. مشاركتك مع مؤسسة نبض الحياة هيحقق الأمل في تنفيذ محطات تنقية للمية نرفع بيها معاناة أهالينا في الأماكن المستحقة. طيب ده شكل آخر من أشكال الخير اللي برضو الناس الطيبين المتقين المحسنين اللي يعني ليهم إيد طيبة في الموضوع ده عملوا. هم ما يعرفوش مين اللي هيشرب، مين اللي هيستفيد بالمية، إذا كان حد هيتوضى مثلا، إذا كان حد، ولا يعرفوا مين ده ولا مين دي. هم عملوه برضو هدفهم. عارف ساعات الناس بتعمل خير مثلا يقول لك أنا هعمل خير مثلا للمدرسة الفلانية، فأنا عارفة أن دي الطلبة دي مثلا هعمل خير للشارع الفلاني، لكن دول عاملين خير في المطلق برضو ما يعرفوش حد، ولا يعرفوا 20-30 ألف نسمة من هيستفيدوا يوميا من المية، ومش هدفهم غير ان ربنا يرضى عنهم ويتقبل عملهم الصالح. دول برضو ملثمين صح ولا لا؟ ايوه. دي ميزه العمل المؤسسي. دي ميزه العمل المؤسسي ان انت بتقدر توصل لاحتياج المناسب في المكان المناسب باكبر عدد من الناس تقدر توصل له وتقدر تفيدهم. يعني احنا النهارده محطه زي دي موجوده في قريه مساره في مركز ديروط في اسيوط زي اللي احنا لسه عرضنا، وغيرها من أعداد المحطات اللي وصلت 40 أو تجاوزت 40 محطة بفضل الله سبحانه وتعالى في 14 محافظة مختلفة. دي واحدة منهم جمعت حواليها حوالي 5 أو 6 عزب، ده إذا ما كانتش ذاكرتي خانتني يعني 5 أو 6 عزب بينتفعوا منها. والمؤسسة مؤسسة نبض الحياة المفروض يعني إن إحنا نبقى بنسعى في قائمة الانتظار عندنا إن إحنا نغطي احتياج بقية القرى دي كمان والعزب دي. أيوة. عشان ما يبقاش الضغط كله على محطة واحدة فتستهلك بسرعة. لكن إحنا دلوقتي ده المتاح قدامنا، المتاح قدامنا إن إحنا نعمل محطة واحدة، فبنختار الموقع بتاعها المناسب اللي تقدر تفيد كل العزب اللي حوالين القرية دي
وبتيسر عليهم حتى المشوار، يعني بدل ما ايه ما تبقى في اول القريه مثلا والعزب الثانيه يمشوا 2 3 كيلو او 4 كيلو لا يعني نقربها شويه يمشوا 2 كيلو مثلا بس، ويملى جيرك لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يعين ويبعت لنا اهل الخير اللي احنا بنتعاون مع بعض وايدينا في ايدين بعض ونعمل محطه ثانيه بفضل الله سبحانه وتعالى. صدقه الميه ما فيش حد فينا هيقدر يزيد على الثاني في اهميتها. وجود الميه يكفي ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه محكمه في القران الكريم، قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. دي ايه كفيله لوحدها انها تخلينا نسعى جدا لتوفير كوبايه الميه لاي حد يطلبها مني. حتى لو بشكل شخصي ان حد يطلب مني كوبايه ميه ابقى سعيد جدا وانا بديها له. ده من غير بذل، يعني انا مش هبذلها، ده هطلع له ازازه من ازازه معايا في العربيه ولا ازازه في البيت عندي ولا حتى حد في الطريق في الشارع اديته ازازه ميه وفيها اجر. طب تخيلي بالصدقه اللي انا ببذل فيها، ببذل فيها مال، ببذل فيها جهد. جهد على الاقل لو لم يكن متمثلا الا في ان انا بدور على المكان المناسب اللي اعمل فيه. المكان اللي ليه انجازات وصارت عنده من الخبره الكافيه اللي تخليني اثق فيه ان انا اشارك معاه واساهم معاه. عشان هيختار المكان المناسب وبخبرته اللي فاتت في 40 محطه بفضل الله سبحانه وتعالى بيقدر ينقي الاجهزه المناسبه جدا، يطلع نقطه الميه او جوده الميه بالشكل اللي ينفع للجسم اللي هو احنا بنقي به الناس من اي امراض تحصل. التعامل مع نسبه الملوحه ونسبه الحديد والحاجات دي مع المتخصصين اللي معانا، فاحنا بقى عندنا من الخبره الكافيه اللي تخلي اي حد بيدور على صدقه ميه مناسبه صدقه جاريه يقول انا هروح لمؤسسه نبض الحياه. عفوا يا استاذ اتفضل. يقول انا هروح لمؤسسه نبض الحياه، ودعوتنا دايما متجدده لان احنا عندنا قوائم انتظار كتيره جدا في محافظات مختلفه في كل حاجه وفي كل مكان وفي الباب ده تحديدا في باب المحطات الماء باب سقي الماء المحطات او الابار او الوصلات. وصيه النبي صلى الله عليه وسلم الخاصه ليس صدقه اعظم اجرا من ماء. يعني احنا نقعد نجتهد ونقول ايه الصدقه الافضل والاحسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال هي دي، ما فيش حاجه اعظم منها. وقد تعظم كمان بحسب الاحتياج، يعني كل ما زادت زاد احتياج الناس ليها كل ما كانت اعظم، لانك انت بتجمع بين اكتر من عمل صالح. اول حاجه الصدقه نفسها بنوعها، وبتجمع كمان بين قضاء حوائج الناس، لان احنا انت ما تعرفش احوال الناس قبل المحطه دي كان عامل ازاي. وبيظهر على التقاسيم وجوههم وجوههم في الزغروطه اللي بنشوفها والفرحه واجتماعهم وقت افتتاح المحطه، كل ده بيديك خلفيه ازاي كانوا قبل المحطه. لما هم دلوقتي فرحانين بالمحطه بالشكل ده يبقى كانوا قبلها محتاجينها ومنتظرينها، عايزين في انتظار. كانوا عايزين كانوا عايشين ازاي وكانوا بيتعاملوا ازاي. الواحد فيهم كان بيشيل هم جركن ميه في البيت عنده هيخلص وهضطر املاه، واحده تروح تشيل جركن وتمشي بيه مسافات طويله جدا. واحنا عايشين في الدنيا دي ليه؟ نحمد الله سبحانه وتعالى على ما اعطانا ونشكره سبحانه وتعالى بالبذل. عشان كده احنا كنا بنتكلم انا وحضرتك من اول الحلقه عن ايه؟ عن ان الانسان يعجب بعمله او يتباهى يتباهى بعمله او يفرح بالطاعه بتاعته. في حديث في المسند عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان من الخيلاء ما يحبه الله. تخيلي الخيلاء الله لا يحبه طبعا، والعجب الانسان يعجب بنفسه مهلك زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في استثناء، كل قاعده كده بيبقى ليها استثناء. ان من الخيلاء ما يحبه الله، تخيلي ايه؟ حاجتين والجمع بين الامرين دول غريب جدا. قال خيلاء الحرب، لما تكون انت في اعداء فبتنتصر عليهم فبتتخيل عليهم لان ده بيرهبهم شويه، وخيلاء الصدقه. طب خيلاء على ايه؟ انسان يعجب بالصدقه ليه؟ اول حاجه خيلاء على النفس في المقام الاول، لان النفس بطبيعتها شحيحه، تقعد بقى تقول لك ايه يا عم انت الكلام ده مش بجد مش حقيقي، طب ما تعمل انت بنفسك، طب ما تصبر لحد ما تجمع قرشين كمان، طب ما تشوف، وتبدا تسوف تسوف تسوف. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فانت بتتخيل على نفسك في المقام الاول، بتقول لا انا انتصرت على نفسي، وكمان بتنتصر وبتتخيل على الشيطان، لان الشيطان ليه وعد والرحمن ليه وعد. فالشيطان يقول ايه؟ يعدكم الفقر، والله سبحانه وتعالى يعدنا مغفره منه وفضلا، فنحن نرجو ما عند الله ووعد الله. عشان كده احنا بنجدد دعوتنا، ان شاء الله عندنا يعني في محافظات كتيره جدا وفي قائمه انتظار لمحطات كتير، ان شاء الله نكون مع بعض ايد واحده يا رب يا رب في هذه الصدقه المباركه، ربنا يتقبل. وباكد على حضراتكم 15 740، ده الرقم الساخن لمؤسسه نبض الحياه. بشكر حضرتك يا مولانا، شرفتنا وانستنا. الشكر موصول لحضرتك وللساده المشاهدين. الله يخليك. للاسف الفقره خلصت، استنوني الفقره الجايه ان شاء الله هتعجبكم.
هنا في خليج راس الحكمة، الترند بتاع اليومين دول. هنا بعمل ايه؟ هفكركم احنا السنة اللي فاتت شرفنا السادة اصحاب شركة شروق الغد. ليه؟ علشان كانوا بيسلموا المرحلة الاولى لمشروع قرية روان، وعدوني السنة اللي فاتت ان السنة الجاية اللي هو احنا فيها دلوقتي هيسلموا المرحلة التانية. انا ما صدقتش، قلت لهم معقولة هتلحقوا في سنة واحدة تبنوا وتسلموا المرحلة التانية؟ قالوا لي المية تخد بالغطاس. قمت ايه؟ جيت بنفسي على غفلة وقلت لهم انا عايزة اشوف بعيني الناس وهي بتستلم والشاليهات وهي جاهزة. واديني اهو الشاليهات اهي، والناس هنقابلهم حالا. ناس مين اللي هيستلموا شاليهاتهم؟ الناس المحظوظين، الناس الاذكياء اللي خدوا بسعر السنة اللي فاتت. لكن بعد المشروعات اللي حصلت في خليج راس الحكمة والمشروعات اللي لسه هتحصل، هتشوفوا بقى الأسعار. أنا حاسة إن في حد مش مصدقني. طب مش مصدقني؟ حالا قابلوني مع العميل اللي بيستلم الشاليه بتاعه. يلا بينا. مش عايزة اقطع عليكم، بس الحقيقة المنظر البديع اللي احنا شايفينه من ورانا ده منظر عبقري، وانا مش عايزة ازعجكم، بس عايزة اسألكم سؤال صغنون. ممكن تفضل. طب تحت بقى، يلا بينا. ودلوقتي مع عميل من العملاء الاذكياء اللي قرر انه ياخد في المكان ده. سبحان الله، ما كانش عارف ان في طفره هتحصل في راس الحكمه وكم مشاريع استثماريه عبقري هيحصل. وطبعا من كرم ربنا انه اشترى في الوقت اللي الاسعار فيه كانت جميله جدا. نتعرف الاول على حضرتك. ام احمد. يا اهلا وسهلا. وحضرتك؟ دكتور امير. اهلا يا دكتور، شرفتنا وانستنا. طيب انا المفروض ليديز فيرست، بس طبعا الرجال برضو ايه قوامون، والرجال هم اللي بيدفعوا. لا، ما انتوا اللي بتدفعوا طبعا. عايزه اعرف حضرتك عن اختيارك لقريه روان. وانا حضرتك انا فكرت في ان انا يبقى ليا مكان في مصيف، يعني فكرت ان انا استثمر في نفس الوقت، فيعني فانا كنت بفكر في اماكن تانية وكده، بس بصراحه جذبني البحر هنا، وجذبني الموقع هنا، وجذبني والشركه نفسها والتعامل بتاعها وكده. طيب انا هاجي بقى للمدام. دايما الرجال عشان هم اللي بيدفعوا فبيبقوا بيفكروا في استثمار، يعني ازاي اضاعف فلوسي، وازاي يعني بعد شر ربنا يا رب ما يضطركوا ابدا ان انتوا تبيعوا، بالعكس تزودوا. بس لو ظروف حصلت في اماكن القرش فيها بيزيد او الفلوس فيها بتزيد. كلميني انت بقى عن فرحتك دلوقتي وانت بتستلمي. يعني الفرحه طبعا يعني حاجه ما تتوصفش. ان بعد يعني ان احنا جايين نستلم وبنحقق كمان رغبتنا ورغبه الاولاد. الاولاد اهم حاجه. طبعا ده اكيد. طب انا لاحظت حاجه وانا بتفرج على الشاليه بتاعك، يسلم ذوقك طبعا، بس لقيت ان انت مختاره يتعامل 3 حمامات. هل ده عشان مثلا عدد الاولاد وتقسيم الحياه بتاعت الشاليه؟ عجبتني جدا جدا. قولي لي انت فكرتي ازاي تقسميها؟ والله يعني هو طبعا ده كان قرار مشترك بيني وبين الدكتور امير، واللي ساعدونا طبعا اداره الشركه انهم حققوا لنا الاعجاز اللي في مخيلتنا ده. طبعا ان احنا الحمد لله عندنا ولدين وبنت، لا بنتين وولد. انا اسفه، مش قولي. انا هيجولك بقى ما ان شاء الله البنتين يجيبوا لك ان شاء الله رجاله باذن الله كمان. فاحنا عندنا 3 اولاد الحمد لله، فكان هدفنا ان كل يعني واحد من الاولاد دول يبقى في خصوصيه، يبقى له الاوضه بتاعته، وكمان عدد الحمامات عشان ده مصيف البحر بقى. والبهدله الرمل. احنا ده كله ان احنا عايزين راحه الاولاد بس. حبيبتي ربنا يساعدكم باولادكم ويملى الشاليه بركه ان شاء الله. يا رب. طيب انا هسال حضرتك، عاده ممكن نشتري وحده نيجي نستلم نلاقي مش دي الشروط اللي اشترينا بيها، مش دي المساحه. كلمني بقى عن اللي انت تعاقدت عليه. هو اللي خدته احسن من اللي انا توقعته بصراحه. بجد؟ والله.
يعني انا بالنسبه لل يعني زي ما حضرتك بتقولي كده احنا قسمناها 3 حمامات واربع اوض في مساحه 120 متر. ده شيء يعني يقول ان الصافي بتاع الشاليه كويس جدا واحسن من الرسومات النفسيه اللي هم شفناها في الاول. يعني بالنسبه للتشطيبات بقى بصراحه يعني حاجه رائعه, يعني الالموتال اللي مختارينه, انواع الكابلات الكهرباء, الحاجات الدقيقه دي, يعني التشطيبات الحمامات. اه حضرتك شايفه الشاليه السيراميك والالوان وبتاع والحاجات, بسم الله ما شاء الله. يعني طب انا برضو فكره ان انا اشوف البحر دي مش بتبقى متيسره كتير. لا بصراحه انا يعني حضرتك احنا مش على الصف الاولاني في البحر, وبرغم عن ذلك احنا عندنا رؤيه كويسه جدا للبحر يعني يعني ومش مجروحين من اي حد. يعني يعني حضرتك زي ما شفت كده في الشاليه والشباك اللي احنا كنا واقفين قدامه دوان, مفيش حد شايفنا وكده, وبنتمتع بخصوصيه جامده يعني في النظام. طب تقول ايه القريه روان العظيمه اللي انت بقيت فيها؟ يعني الحمد لله انا انتميت للقريه دي ان شاء الله, وشركه شروق الغد انا بشكرهم, بشكر الباشمهندس حسام وبشكر الباشمهندس محمد بصراحه, يعني قايمين بمجهود جامد جدا في ظل الظروف الصعبه اللي احنا موجودين فيها دي. والسرعه في التسليم, يعني انت كنت متخيل ان انت هتستلم في الزمن ده؟ يعني بدري عن الزمن اللي احنا اتفقنا عليه يعني. طيب احنا كده الناس هي اللي بتستلم, هي اللي بتتكلم, الشروط متطابقه تماما, والدكتور قال لي لا ده كمان احسن, التشطيبات على اعلى مستوى, مواعيد التسليم سلموا قبل المفروض الميعاد اللي المفروض يستلم فيه. فيعني احنا ما بنقولش حاجه اللي بيقولوا الناس اللي بيستلموا. فنصيحتي ارجوكم اللي معاه فلوس يجي هنا, لان الساحل الشمالي مستقبله عظيم, واحنا طبعا شايفين اهتمام الدوله كمان بيه, وخاصه بقى خليج راس الحكمه, يعني هيبقى يمينك وشمالك شاليهات من اللي هي بتاعت ايه اللي هو الشاليه محندق كده 60 متر ويقول لك 20-30 مليون. فتعالى تعالى واسمع كلام اختك, ربنا يكرم الجميع, هنشوف عميل تاني وشاليه تاني بيتسلم ونفرح معاهم ونقول لهم كمان الف مبروك. مالك من ملاك الشاليهات بيستلم, واسم الله جايب حبايبه معاه بناته, عرفني شعورك ولو ان شعورك وصلني. والله احنا الحمد لله شعورنا طبعا يعني بالسعاده والشكر والامتنان لشركه شروق الغد والباشمهندس حسام والحاج محمد, يعني فوق الشاليه فوق الناس, العلاقه الطيبه والصداقه والاحترام والادب والذوق, ولاد اصول فعلا. قبل ما نتنقل للامارات بناتك, بامانه التزموا بكل اللي موجود في العقد, يعني من حيث المساحه اللي اتفقتوا عليه في التشطيبات؟ هو بص حضرتك الموجود فوق المتوقع, فوق المتوقع واحسن, ويعني اي حاجه من الحاج محمد والباشمهندس حسام يعني اكيد بتطلع ممتازه. الحقيقه انا بفرح لما الاقي ناس افاضل سمعتهم طيبه, ومفيش حد الحقيقه قابلته النهارده من الساده العملاء اللي صورنا معاهم او اللي ما صورناش معاهم الا وبيقولوا الحاج محمد والحاج حسام بيتقوا الله في كل حاجه موجوده في العقد. طب انا بقى عايز اعرف, انت اشتريت الشاليه ده باسم حبايبك؟ طبعا, اولا يعني انا اشتريت الشاليه لسمعه شروق الغد وسابقه الاعمال بتاعتها, وطبعا الاعلانات بتاعتها المميزه والواقع المميز, فطبعا حبيت ان انا يعني ابقى واحد من ضمن اسره شروق الغد. انت ذكي, قولي ليه؟ ليه تحت امرك؟ لانك اشتريت في القريه وهي في قلب خليج راس الحكمة اللي الأسعار فيه يعني مش اتضاعفت. أنا سمع أرقام هنا في جيران, في يعني قرى جيران, يقول لك ده الشاليه 60 متر ب 30 مليون. أنا يعني إيه الأسعار بس طبعا هنا؟ والله هو الحمد لله اللي بتعامل مع الحاج محمد والباشمهندس حسام أكيد بيرزق يعني. أوعى تقول لهم لحسن يخلوا الاسعار ورز البنات هو الشاليه باسمهم ورزقهم. الامامين اسمك ايه؟ اروه دي جميله. الحلوه مريم. مريومه ها, كل بصي كل المريومات هاديين كده. انتوا فرحانين بالشاليه اللي بابا جابلكم؟ اكيد فرحانين. انا امانه في ايد الحاج حسام والحاج محمد. لا ونعمه والله, وانا يعني الحمد لله يعني انت تجيبهم هنا عارف ان هم يعني في الاول في ايد امينه وفي الاخر في ايد امين, لان انت تبقى مطمن عليهم, انت ممكن تجيبهم وتجي لهم في الويك اند يعني. وتاني حاجه القريه قريه عائليه. عائليه واحنا بنحب الاماكن العائليه اللي هي تناسبنا, فاحنا يعني الحمد لله بتوفيق من الله الاختيار يناسبنا. طب البحر بقى,
انا شايف البحر مفيش, ده احنا واقفين في البلكونة شايفين البحر, البحر تحفة. واحنا برضو البحر بالنسبة لنا ده الاساس اهم حاجة. الرياض الحلو ده هيبقى ثمار بقى لان البحر خطوتين هنبقى هناك. مشكلة احسن من القعدة في البيت. لا يا حبيبي ربنا يبارك لك فيهم. ربنا يبارك في الحاج والحاج محمد. طب تنصح, تنصح بايه اي اب زيك كده عايز يعمل او يسيب حاجة لولاده باسعار يعني مش موجودة؟ هو بص اولا كله بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى, وان انت ربنا يكرمك ويرزقك بناس عارفة بتعمل ايه. هو عارفة بتعمل ايه وعارفة ربنا وعارفة يعني ايه اسر ويعني ايه ناس ويعني ايه كل حاجة. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك في صحتك. بتعرف تزغرطه؟ ده ما يعرفش خارج. ده زغرطه يا مالي. اول مكان احنا زغرطه. يلا يلا واحد اثنين واحد مع بعض احنا ثلاثه. مبروك يا حبايبي, الف مبروك. هنشوف تاني عملاء تانيين نستلم ونفرح ونزغرط كمان معاهم. فرحه تانيه وعميل تاني ونتعرف على حضرتك. ابراهيم يونس. الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي. انا اتقابلت مع عملاء كتير جدا جدا بيستلموا, بس حضرتك اسرع واحد لانك استلمت وبتفرش. تمام. انت مستعجل جدا جدا طبعا عشان ينزل الميه. طبعا انا طبعا اكيد. طيب كلمني عن شركه شروق الغد وايه سبب اللي خلاك تشتري معاهم. والله لان احنا القريه هنا في مكان يعني هو مكان استراتيجي من زمان, البحر بتاع القريه مرعب يعني حاجه. طبعا طبعا. فكرة ان خليج راس الحكمة بقى يعني حجم استثمارات من الخارج ومن مصر شيء يعني. لا حظنا احنا لان احنا اشترينا من قبل. ايوه افا اشتريت بالسعر. يا بختك. الله يخليك فن. فلا الحمد لله هم ناس ملتزمة وناس يعني. طب استنى بقى على الالتزام. عادة لما بيجي يشتري فيقول لك مثلا المساحة 100 متر. اجي انا ادخل المساحة ما دول يا جماعة ما يجوش 60 متر. انا الله اكبر شايف. لا المساحه هنا مظبوطه جدا يعني, وزي ما استلمناها يعني زي ما قال لي في الورق زي ما انا استلمتها. لا ناس ملتزمه وناس زي الفل. ما جوش بعد ما الدنيا بقت. ده انا سامعه هنا ان في حواليكوا هنا يمين وشمال قرى. يميننا من غير ما نقول اسماء بقى, من غير ما اسماء بس سامعه ان يمينك وشمالك اسعار 20 مليون و30 مليون شاليه 60 متر. بالظبط. لا ما علوش علينا. ما قالكش لا بقى احنا ندمنا. لا احنا لا الناس التزمت معنا بالسعر اللي ما طلبوش اي فلوس زياده. لا والله يعني الناس دي ربنا يكرمهم والله, لان كل العملاء بيشكروا فيهم بشكل بيقولوا هم عاملين لنا اسره. والمجتمع مجتمع هنا عائلي. الدنيا كده يعني. حتى العملاء نفسهم يعني بدأوا يتعرفوا على بعض. انت عرفت منين قرية؟ عن طريق الفيسبوك وعن طريق انا كل ما اقعد مع حد يقول لي الصراحة الاعلانات التسويق. انا عايز اعرف فين مدير التسويق. انت اقول لي مدير التسويق. مفيش عميل قعدت معاه الا وقال لي انا جيت هنا علشان شفت اعلانات للقرية. ايه شغل الجامد اللي انت عامله ده؟ حاجه بس يعني انت نورتينا النهارده في قريه تبوان مع شركه شغل غد. احنا الحمد لله يعني احنا الاعلانات بتاعتنا مميزه شايفين على مواقع التواصل الاجتماعي. تعرف بقى انت شغلك كده خلاص احنا المرحله الثانيه, واعتقد كده انت بقى خلاص مالك الشغل معانا ولا ايه؟ لا في مفاجآت الحمد لله الفتره الجايه كويسه. يعني في مراحل جديده؟ في مرحله ان شاء الله المرحله الثالثه, ومعانا برضه استاذ احمد. يا استاذ احمد احنا نتاكد على طول. قال الاستاذ احمد من درس. ازاي حضرتك؟ الله يسلمك يا فندم. شرفتيني يا فندم في قريتك على تروان. ان شاء الله باذن الله انتهينا من تسليم المرحله اللي احنا شغالين فيها دلوقتي, وان شاء الله باذن الله المرحله الثالثه ان شاء الله باذن الله, وحجم الاعمال بتاعها يعني هيبسط العملاء جدا 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 ان احنا بنبيع في مكان مميز يعني. وان شاء الله باذن الله ربنا يبارك لكل العملاء اللي استلموا واللي هيستلموا ان شاء الله. بس طبعا يا بخت العملاء اللي اشتروا السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. طبعا يعني العملاء دول بقى لما يلاقوا الكره اللي حواليكم بتبيع ب 30 و40 و50 مليون ايه بقى؟ فندم وصلت ل 100 مليون جنيه دلوقتي. بس احنا عندنا هنا الاسعار ايه؟ لا يا فندم الاسعار الحمد لله في يعني اسعار تناسب عملاء كتير جدا جدا اللي عاوزين يشتروا في مكان مميز زي راس الحكمه ان شاء الله باذن الله. انا شفت عميل اتكلمت معاه فقال لي لا انا لما جيت مشيت حوالينا هنا وسمعت الاسعار انا قررت اشتري شاليه تاني في المرحله دي قبل ما يعرفوا الاسعار. وعندنا عملاء يا فندم اللي اشتروا في المرحله السابقه حاجزين معانا في المرحله الجديده كمان ان شاء الله باذن الله بعد الوضع اللي وصلت له راس الحكمه. وطبعا حضراتكم عارفين كلها اخبار راس الحكمه في الفتره اللي فاتت ولسه الجديد اللي جاي ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله ما شاء الله. انتوا بتتسم يعني كل شغلكم
بالامانه في المساحات والتشطيب بالظبط زي اللي بيتم الاتفاق عليه. طب الوقت بقى هل هيبقى برضو في ناس بتقول احنا استلمنا قبل الميعاد بتاعنا بشهور؟ الحمد لله يا فندم، وزي ما قلت لحضرتك في تسارع في الاعمال دلوقتي الحمد لله، لان المنطقه نفسها بقى فيها تسارع يا فندم دلوقتي من ناحيه الاستثمارات والشركات الكتيره اللي بتخش دلوقتي ان شاء الله باذن الله. فكل مرحله احنا الحمد لله بنحاول نختصر فيها الوقت، وان شاء الله باذن الله ونسبه توقعات العملاء بالنسبه لمواعيد استلاماتهم كمان ويبقى قبليها ان شاء الله باذن الله. بامانه بقى ايه العيوب اللي لقيتها مع الشركه العظيمه المحترمه اللي يعني انت اشتريت معاهم وكل العملاء يعني بيشيدوا بمجلس الاداره؟ لا والله انا قول عيوب بقى، قول عيوب بقى. لا والله انا ناس فريندلي جدا ومتعاونين جدا، وبعدين عندهم صدق في حاجه، بيقول يعني انا هتاخر في كذا بيقول لي اتاخر في كذا، فابقى انا مظبط حساباتي ومظبط الدنيا معايا. لا مفيش مشكله. وانت سرعه اللي انت جيت تفرش على طول يعني كنت يعني يعني بنستغل القصه ان ممكن نيجي نقعد يومين نيجي نقعد ثلاثه اكيد. ربنا يسعدكم من العملاء المحترمين معانا جدا وبنعتز بيهم في عائله شروق الغد يعني ان شاء الله باذن الله. كلكم عائله واحده الحقيقه، وده اللي سمعته من كل العملاء والناس كلهم فعلا زي ما قال عميم العملاء، قال لي انا حاسس ان انا وسط عائلتي. القريه هنا قريه عائليه جدا، حتى بيقول لي انا مش اخاف اسيب بناتي ووالدتهم اروح انا شغلي واجي لهم في الويك اند. فالامان كمان الحقيقه بتتصف بيه القريه هنا الحقيقه. هو سر نجاح شركه شروق الغد هو الصراحه العملاء بتوع شروق الغد يعني الحمد لله فضل ونعم من ربنا يعني. لا انا عايزه خناقه. الله يحفظكم والف الف مبروك وربنا يكمل يا رب الفرش بخير وتستمتعوا بالبحر اللي هو ايه رايك في انا بص انا عايزه اقعد عندكم في البلكونه. البحر هنا ملوش حل. لا انا شايفه البحر وانا يعني الشاليهات كلها تمام علشان هي دورين مش اكتر. فما فيش حد يعني اخر حد في القريه يبقى شايف البحر. في تدرج يا فندم 19 متر في القريه، فدايما في رؤيه مباشره للبحر. لا البحر احنا شفنا والكاميرا هتشوف كمان. يعني ربنا يبارك كل الشاليهات بحري يعني مش ربنا يبارك لكم يا رب. شكرا يا فندم. شكرا. بعد كلام كل العملاء على السادة القائمين على هذا المشروع العظيم، فكان لازم أقابل حد منهم، والحقيقة أنا عايز أقابلهم كلهم وهقابلهم كلهم، بس لقيت قدامي الباشمهندس ماهر نائب رئيس مجلس الإدارة. زي حضرتك؟ الحمد لله شكرا. إيه العظمة اللي أنتوا عاملينها دي؟ ما شاء الله. والله أنا سعيد جدا بكلام حضرتك إن دي عظمة. لا أنا كمان مش كلامي بس، الحقيقة كلامي وكلام العملاء. مفيش عميل جاي يستلم النهاردة إلا وقال شعر في المكان وفي القرية وفي أصحاب المشروع العظيم ده. أكتر المطورين والمقاولين تعبوا جدا لأن الأسعار زادت 300%. لا 300% بجد يعني، لأن فيها ناس مجتهدين وممتازين وبيسعوا للنجاح، وإن شاء الله يوفقوا في كل أعمالهم. صبروا وكافحوا وقدروا، وأنا سعيد بهم طبعا فخور بهم بجد، وبتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. وإحنا والله بنتمنى التوفيق للشركة العظيمة دي، وبتمنى التوفيق لكل حد بيشوفنا دلوقتي. واستنوني بقى لسه هنقابل ناس تانيين، وخليكم معايا. وعادة في فقرة زي دي أنا بقابل السادة المسؤولين عن القرية، عن الشركة، عن مجلس الإدارة، لكن قابلت أخ فاضل من اتحاد الملاك، عضو مجلس إدارة في الاتحاد الملاك، وده بقى أكتر واحد يعني هيكون أمين معايا. أشتري ونبقى جيران هنا في قرية روان ولا أعمل إيه؟ حضرتك أولاً منورين قرية الروان، وحضرتك طبعاً أنا بقولك بكل ثقة اشتري في قرية الروان. ليه؟ لأن احنا كل مرافقنا كاملة، عندناش أي مشاكل خالص. أنا دايماً بقول الزكي فعلاً هو اللي يجي خليج رأس الحكمة، لأن على المستوى العالمي يعني بقى اسم عظيم، الساحل الشمالي كله بقى حاجة عظيمة جداً. واشكرك واحمدك يا رب ان احنا وصلنا للمرحله ديت، واللي عايز يجي يشتري هنا يلحق، بس يلحق لو قدر يلحق. كلنا هنلحق وان شاء الله نبقى تحت اداره الباشمهندس واتحاد الملاك، كده يبقى بيخدم كل الناس العملاء بتوع القريه والمالكين. وبشكر حضرتك جدا. ربنا يخليك يا فندم، نورت القريه كلها. دلوقتي بقى انا مع المحترمين الحياة اللي التقيت بيهم السنة اللي فاتت
واللي وعدوا ان المشروع المرحلة الثانية منه هتتسلم خلال سنة، وبالفعل انا موجودة والتقينا بعملاء كتير جدا جدا استلموا شاليهاتهم. فعايزة ارحب بالبشمهندس حسام زازا رئيس مجلس الادارة. اهلا وسهلا فندم، اهلا بك. والبشمهندس محمد زازا نائب رئيس مجلس الادارة. اهلا وسهلا فندم، شرفتينا ونورتينا. الله يخليك، انا متشرفة بيكم. شرفتينا يا فندم. سعادتي ان انتوا ناس عندكم قدر كبير جدا من الامانة، فوعدتوا والحقيقة وفيتوا. باشمهندس من فضلك كلمني عن ذكاء حضراتكم في اختيار هذا الموقع الفريد خليج راس الحكمة، اللي لما كنتوا عندي من يعني سنة او اكتر شوية ما كناش نعرف الطفرة اللي حصلت والشركات العالمية اللي جت وهتستثمر في المنطقة دي، وبالتالي الأسعار بقى إيه؟ يعني كلمني أنت بقى عن المنطقة وعن المشروعات الجديدة اللي هتحصل والطرق العظيمة اللي الدولة عملتها. طبعاً أحب أشكر حضرتك اللي شرفتينا ونورتينا في قبة الروان وزرت. طبعاً إحنا بنشكرك جداً وبنشكر الفريق اللي مع حضرتك. إحنا فعلاً صورنا السنة اللي فاتت وحضرتك جدي شفت العملاء مبهورين جدا بالشكل العام للشاليهات الداخليه والخارجيه. طبعا احنا دخلنا منطقه راس الحكمه كان لينا نظره مستقبليه في المكان كله هيتطور، وكان عارفين احنا بفضل الله بنحط ايدينا في مكان بنحس ان ده فيه خير، لان ربنا سبحانه وتعالى بيختار لنا دايما الخير. طبعا في شركات عالميه ضخمه دخلت في المنطقه جنبنا يمين القريه وشمال القريه، مع التطور اللي هيحصل كبير جدا في المنطقه والاسعار طبعا الرهيبه اللي حوالينا. يا فندم انا عايز اقول لحضرتك ان مستثمرين يعني يمينك وشمالك شاليه بالظبط 68 متر او 68 قالوا لي 40-50 مليون. انا مش مصدقه الاسعار يعني. طب ثانيه واحده بقى، انت ما ندمتش لما بعت مرحلتين باسعار الحقيقه؟ يعني طبعا ربنا يبارك للي اشتروا هنا ولحقوا طبعًا. دول حظهم ربنا بيحبهم طبعًا. لكن هنوصل احنا برضو ل 30 و40 مليون زي اللي حوالينا؟ لا طبعا مش هنوصل المرحله دي، لان احنا طبعا المرحله دي جايه بس لسه شويه. طبعا الاسعار طبعا متفاوته، فانا بتارجت العميل برضو اللي يقدر على يشتري شاليه ليه ولاسرته. احنا ما ندورش على المكسب الكبير قوي قد ما ندور على العميل اللي هو احنا اسره القرية دي أسرة زي ما حضرتك العملاء قالوا لحضرتك، والحمد لله رب العالمين احنا بنكسب بس طبعا كل يوم في اسعار في زياده في الخامات وكل حاجه بتزيد. طبعا الاسعار جنبنا متفاوته في كل حاجه. اللي اشترى السنه اللي فاتت اشترى يا فندم من شهرين من شهرين غير اللي هيشتري النهارده غير اللي هيشتري بكره، ده استثمار حقيقي. انا برضو بعد اذنك عايزه اقول للناس حاجه. الحقيقه انا لما جيت كمان قعدت على البحر، يعني انا بقول للبشمهندس طبعا ربنا يبارك يا رب لكل عميل اشترى وكل عميل هيشتري وهيفوز الحقيقه بهذا المكسب الكبير في انه يشتري في خليج راس الحكمه في المنطقه دي. البحر ده كفايه، ومساحه البحر انا ما شفتش مساحه بحر بالطول ده كله، والارض رمليه والارض حضرتك مفيش صخور مفيش صخر. الارض هنا زي ما انتم شايفين كده الارض كلها رملي مفيش صخور. طبعا عندنا خليج راس الحكمه 35 كيلو عامل مصدات للبحر كله، مفيش موجة عالية، يعني انا لو ابني او بنت بينزلوا البحر ما خافش عليهم، او اي اسره معاها اولادها. طيب الطرق يعني اللي الدوله عملتها بقى طبعا انا جايه في وقت قياسي، يعني احنا كنا بناخد 5 ساعات تقريبا. لا والله ما فيش دلوقتي 3 ساعات من القاهرة لحد القريه مع طريق الضبع الجديد مع شبكه الطرق العمالة سيادة الرئيس الجديدة. فطبعا ده كله سهل على راس الحكمة وعلى الشركات الكبيرة اللي دخلت فتح طرق، ولسه في تطوير كبير هيتعمل على لسان راس الحكمة ده، هيتعمل أبراج زي العالمين ويبقى من أعلى المناطق في العالم. أنا بقول لحضرتك الساحل الشمالي راس الحكمة رقم واحد على مستوى العالم، غير عندنا الناحية التانية أوروبا لا البحر هنا ما شاء الله في الجو وفي الارض وفي كل حاجه ما شاء الله. يعني عايز اقول وانا بسال باشمهندس بقول له يا باشمهندس طيب ما تسقع الارض ما تسقع على الشاليهات وتستنى بس سنه واحده، ولو هتبيع برقم هتبيع بالرقم ده مضروب في 10. قال لي لا، وانا اعمل كده ليه؟ انا اخلص المشروع ده وباذن الله في مشاريع تانية. وعايز اقول لكم ان المشاريع اللي لسه
هما يعني لسه ما اعلنوش حتى على الجمهور. الناس اللي في القريه هنا العملاء، عميل من العملاء قال لي انا اي مشروع الشركه هتعمليه هو قال لي هتعمله، قال لي انا اشتريت فيه. طب حضرتك يا باشمهندس من فضلك برضو فضل. كلمني عن الامانه اللي كل الناس بيوصفوكوا بيها واستلام العملاء لشاليهاتهم من حيث المساحه ومن حيث التشطيبات الراقيه جدا اللي انتوا عاملينها. الحمد لله المساحات بتاعتنا طلعت مساحات مظبوطه، الحمد لله ماشيين على مساحات مظبوطه، مفيش تهدير في سنتي، والحمد لله. يمكن انا كلمتك الحلقه اللي فاتت قلت لك عندي تسليمات وعندي تشطيب، جيتي بنفسك وشفت التشطيب بتاعي. شفت شفت. الحمد لله دايما وانا بقول لحضراتكم انتوا يعني ربنا يبارك فيكم الناس بتشكركم، فانت دايما تقولي لا ما تشكرناش لوحدنا. يا استاذه نشوى احنا فريق متكامل من حسام لمحمد لمدير التسويق استاذ عبد الله، استاذ احمد كمال، ابراهيم نجيب، استاذ علي عبد الله، علي عبد الله هيكون معاكي وهشرح لك باستفاضه خطه التسويق. يا ريت. شرف لينا ان احنا شفناكي وانا سعيد بيكي. انا متشرفه. الحمد لله على السلامه. معانا دلوقتي الاستاذ عبد الله علي مدير مبيعات شركه شروق الغد. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني الحقيقه انا عايزه اقول لك يعني ربنا يبارك لكم. الناس كلها بتشكر انها استلمت في المواعيد وقبل المواعيد. وكلمني بقى عن الخطه التسويقيه والبيعيه لحضرتك. طيب هو انا هبدا كلامي زي ما حضرتك بدات الكلام، العميل الذكي. العميل الذكي ان احنا يعني بنعرف ازاي نوظف وازاي نستثمر راس المال وازاي نفتح فرص للناس معانا ان هي تكسب. احنا دايما بندور على الكاش، دايما القيمه النقديه ممكن تكون في يوم من الايام بتقل بسبب ظروف العالم كله حوالينا، فدايما لازم احط فلوسي في حاجه استثمار امن. فدايما ايه اكتر حاجه بتعمل استثمار امن؟ هو العقارات. فاول حاجه ببداها ان الورق في القريه هنا عقد مسجل، مش ورق ابتدائي ولا لسه بنخلص. استني بقى عشان دي حاجه مهمه جدا. تمام. الاوراق عندنا هنا مسجلة. سليمه. هل حضرتك وانا جاي اشتري هتديني صوره نسخه كامله؟ تمام. يقدر يسال عليها ويقدر يتاكد من صحه الاوراق والرخص موجوده. واكيد حضرتك شفتي المباني اللي هي طبعا لازم اطلع الرخص الاول وبعد كده. كمان المباني داخل لها مرافق بالزبط. لو ما فيش رخصه يبقى ما فيش مش هيدخل مرافق. فبالتالي احنا وصلنا لمرحله نهائيه، مرحله كويسه جدا. ودايما اللي حط معانا فلوسه من سنه ومن سنتين ومن ثلاث سنين، لو حضرتك سالتيه النهارده انت كسبت كام، هيقول لك كسبت اضعاف، مش هيقول لك نسبه، هيقول لحضرتك اضعاف. فالاضعاف دي دايما هو عندي حاجتين، استثمار حطيته في مكان امن كويس جدا، وفي نفس الوقت الفلوس اتضاعفت مرتين وثلاثه وممكن 10. طيب الناس بقى يعني العملاء هنا كل عميل بيجي بيقول لي لا انا هشتري تاني، لما المشاريع اللي حصلت كمان حوالينا لشركات عالميه بالظبط وشركات طبعا مصريه بالظبط. هو في البدايه طبعا بنحب نشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو سمح لنا، وعايز اقول لحضرتك الوتيره بتاعت المنطقه كلها اتسرعت بعد ما الدوله دخلت ورانا هنا في راس الحكمه، ومش طبعا بالشراكه مع دوله الامارات. فالموضوع كان زمان كنت اقول للعميل مثلا من سنه او من سنتين اقول له راس الحكمه، فيقول لي راس الحكمه فين؟ البوزيشن فين؟ المكان فين؟ النهارده لا الحكمة. انا بتكلم ان راس الحكمه موجوده. العميل يمكن هيكون عارف القريه وعارف المشروع وعارف الدنيا كلها، هو منتظر مني هو سعرك كام؟ فطبعا السعر ده دايما بنخليه مفاجاه للعميل لما يجي لنا. بص الناس كلها ما كانوش هيشتروا شاليه واثنين ويجيب اخوه يشتري عشان الا لو حاجه سيفتي او كويسه وفي نفس الوقت السعر كويس. السعر الناس كلها بتقول لي الاسعار احنا فزنا بالظبط. يعني عميل الاول قال لي يا مدام نشوى احنا فزنا بالظبط. فانا عايزه كل الناس تبقى فايزه ان احنا اتفقنا ان يبقى في عرض. ايوه. وهيبقى في مفاجاه. أيوة. بس طبعا المفاجاه مش هتتحرق في البرنامج. لا مش مشكله يتصلوا. احنا هننتظر العميل يتصل بينا ويشرفنا في فخر الشركه ونتكلم في الاسعار. هو نفسه هيتفاجئ. انا المفروض العرض عندي ما بيقعدش اكتر من ممكن لا بحبح اسبوع 10 ايام عشان خاطر بس يعني بعد اذن الباشمهندس طبعا. لحد 30/9 ان شاء الله. واتصلوا هتاخدوا فرص عظيمه. راس الحكمه هي المستقبل. الساحل الشمالي احنا شفنا كم الاستثمارات العظيمه اللي حاصله بالظبط. وده المستقبل. هنا في جامعات، هنا في مدارس. يلا كله يجي على الشركه وهنشتري كلنا، وان شاء الله كلنا هنبقى كسبانين ومستمتعين بافضل استثمارات. السلام عليكم.